بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من الشروق نيوز للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. نتحدث ونناقش إعلان الجزائر الذي صدر خلال الساعات الماضية. مجددا أرحب بضيفي الأستاذ فارس حباش الخبير الاقتصادي والطاقوي، أهلا بك من جديد أستاذ. كنا قبل الفاصل نتحدث عن إعلان الجزائر وتوقفت عند نقطة أهم ما جاء في إعلان الجزائر، أكمل الفكرة رجاء تفضل. ما توقفنا عنده أن قمة الجزائر يعني جاءت في ظروف جيوسياسية خاصة جدا، خاصة أنها يعني تقريب أول قمة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، وما رسمته هذه الحرب يعني من تطورات، وهو أنه يمكن استخدام الغاز كورقة ضغط. فكذلك يعني ما يميز قمة الجزائر تقريبا يعني عندما نريد أن نناقش مخرجات هذه القمة، لا شك أن هناك نقاط تتكرر في كل نسخة ولا نراها تطبق واقعا. مثلا لو ننظر لمخرجات القمة الأخيرة في قطر، نجد دائما يعني المتحاورين والذين يجتمعون في الاجتماعات، سواء من الأخصائيين في اليوم الأول أو من وزراء الطاقة في اليوم الثاني، أو يعني نص الإعلان الذي يوضع على طاولة رؤساء الدول والحكومات في اليوم الثالث، دائما يناقشون استقرار الأسعار، يعني تموين السوق بأسعار عادلة في ظل الطلب المتزايد على مادة الغاز، الرهانات الجيوسياسية إلى آخره. فيعني لأول مرة هنا يعني في قمة الجزائر نوقش تقريبا التكتل ما بين دول المجموعة، التنسيق ما بين دول المجموعة، وهو يعني ما أسال تقريبا مثلا أختي الكريمة عرض الحصيلة الطاقوية ل 136 بلد وأكثر من 80 تجمعا إقليميا. فلا شك أن هذا سيخدم المنتدى باستقطاب دول أخرى تنضم لما لا في الوقت الحالي كمراقبين. فيعلم ضيفك الكريم ويعلم المشاهد الكريم أن دول المنتدى الآن تسيطر على 70% من احتياطيات الغاز، وهي مورد ل 40% من الأسواق. وربما يعني أهم شيء وقع في هذا المؤتمر في الجزائر أنه يعني تم قبول طلب دولة السنغال للانضمام إلى المنتدى كعضو مراقب. فتدفق عروض الطلبات لهذا المنتدى يجعله يأخذ الصبغة الرسمية، وأؤكد على الصبغة الرسمية، وهو يعني ما أسال الكثير من الحبر على الورق في طاولة الرؤساء. هل يمكن يعني هذه تقريبا أهم المخرجات وأهم ما نوقش في هذا المنتدى خلال 3 أيام، هل يمكن الرقي بهذا المنتدى أن يصبح كمنظمة مثل ما حدث في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والتي كانت تضم فقط 5 دول وتم إنشاؤها في دولة العراق. فالمتتبع والمتصفح لصفحات التاريخ يرى أن تقريبا دولة أن منظمة الأوبك مرت على نفس الكرونولوجيا التاريخية. فيعني في البداية أيضا يعني تخبطت في يعني أسواق النفط، الأسعار كيفية استخراجه، الأسواق، البورصات، زيادة الطلب، التضخم إلى آخره. فهنا يعني يعيد التاريخ نفسه، ولكن الأمر المختلف أن الغاز يأخذ صبغة خاصة أن الغاز يعني يتأثر بالمناخ ويتأثر كذلك بالموقع الجغرافي الذي يتحكم في السوق. فمثلا لو نسأل السوق الأوروبية تجدها ميالة إلى الجزائر وشمال إفريقيا بحكم القرب الجغرافي وبحكم استعمال هذه الدولة للأنابيب لضخ الغاز إلى هذه الدول. طيب عند هذه النقطة التي أشرت إليها أستاذ عباس الحاج عباس، أتحول بالسؤال إلى الأستاذ فارس حباش الخبير الاقتصادي والطاقوي، أهلا بك من جديد أستاذ. ومرحبا بك مجددا. أهلا بك. أشار الأستاذ الحاج عباس إلى أهمية الانتقال بالمنتدى من منتدى إلى منظمة، كيف ترى أهمية ذلك وكيف يمكن تحقيقه أيضا؟ نعم، ربما دار
حديث في الأيام الأخيرة بمناسبة احتضان الجزائر لهذه القمة والمنتدى السابع للدول المصدرة للغاز عن إمكانية تحول هذا المنتدى من منصة حوار وتعاون وتبادل للآراء والأفكار وتقييم لوضعية السوق إلى منظمة. ولكن ربما أظن أنه الوقت في ظل هذه الرهانات الكبيرة في سوق الطاقة العالمي وخاصة بالنسبة للغاز، وكذلك في ظل التحولات الجيوسياسية التي يعرفها العالم وما أفرزته من تحولات جيواقتصادية وإعادة تشكيل لخارطة العالم الطاقوية، أظن أن ربما أن الحديث سوف يؤجل إلى أن تتحول هذه المنصة أو المنتدى إلى منظمة، لأنه كما أشار السيد رئيس الجمهورية أنه الهدف من هذا المنتدى هو ضمان مصالح الجميع، سواء بالنسبة للدول المنتجة المصدرة أو بالنسبة للدول المستوردة. والهدف من هذا المنتدى ليس ربما إنشاء كارتل يكون له القبضة والسيطرة على سوق الغاز والتحكم في سوق الغاز، وإنما كما أشرت أننا نعيش في عالم واحد، ويجب أن تكون المصالح مشتركة، ويجب أن يكون التعاون مشترك، وبالتالي حتى التحول إلى منظمة ربما في قادم السنوات يكون وفق هذه الرؤية ووفق هذه الاستراتيجية، بحيث أنه يكون الهدف دائما هو ضمان استقرار الأسواق وضمان المصالح المشتركة والمنافع المتقاسمة بين الدول المنتجة والمصدرة. وبالتالي أنه كما ربما يعتقد البعض ربما أنه المنظمة تكون لها إلزامية القرارات أو التحكم المباشر في السوق، فعلا هذا ربما ما هو موجود بالنسبة لمنظمة أوباك أو الأوباك بلس، ولكن بالنسبة لسوق الغاز ربما الأمر يختلف قليلا، لأنه سوق الغاز هو سوق تتم فيه العقود دائما تكون وفق عقود طويلة ومتوسطة الأجل على عكس سوق النفط، وبالتالي الأهم هنا هو كيفية أن يكون هناك منصة للتحاور والتعاون في كيفية سبل تقييد التبادل التكنولوجي والمعرفي وتقاسم الخبرات والاستشراف في الأسواق، وأظن هذا هو التوجه الأهم في الفترة المقبلة. وإن كنت أرى أنه إنشاء منظمة ربما في قادم السنوات سوف يعطي لهذا المنتدى أكثر زخما وأكثر قوة وأكثر إشرافا وتحكما بالنسبة لسوق الغاز. طيب، كيف ترى كذلك انضمام بعض الدول ورغبة أخرى في الانضمام إلى هذا المنتدى على الأقل كعضو مراقب؟ نعم، ربما رغبة بعض الدول للانضمام إلى هذا المنتدى على غرار الانضمام الأخير لموريتانيا والانضمام كذلك لموزمبيق والسنغال وغير من ذلك من الكثير من الدول التي تبدي الآن اهتماما كبيرا للانضمام إلى هذا المنتدى، هو إدراكها أن هذا المنتدى يسير وفق منهج جماعي، وفق رؤية استراتيجية موحدة، وفق مبدأ تقاسم المعارف وتقاسم الخبرات وتقاسم التكنولوجيا كما أشرت وأكدت، وكذلك كما أكد ضيفك الكريم أنه الكثير من الدول التي تمتلك مؤهلات ومقومات كبيرة جدا واحتياطات في مجال الغاز لا تمتلك تكنولوجيا وليس لها المنافذ للحصول على التكنولوجيا، وإن حصلت عليها فهي رهينة لكبريات الشركات الكبرى، وبالتالي فهذه الدول ترى أن هذا المنتدى هو فعلا منصة ممكن من خلال الاستفادة من خلال الانضواء تحت لوائه، الاستفادة من الخبرات والاستفادة من التأهيل والاستفادة من نقل التكنولوجيا، خاصة بعد التأسيس وتدشين معهد أبحاث الغاز بالنسبة للجزائر، وهو الدور الذي سوف يطلع به، وهو
تعظيم الابتكار وتعظيم البحوث في مجال الاستخراج وتطوير تقنيات استخراج واستغلال الغاز. وبالتالي هذه الدول تقول لما لا نستفيد من هذا المعهد ونستفيد من هذه المنصة، وبالتالي أظن أن المنافع والأهداف مشتركة، وبالتالي أن هذا المنتدى أصبح له باع وأصبحت له جاذبية كبرى. والآن ربما لو نلقي إطلالة بسيطة جدا نلاحظ أن كبريات دول العالم وكبريات وسائل الإعلام العالمية خارج الدول المنتجة والمصدرة للغاز تبدي اهتماما كبيرا جدا بقمة الجزائر، نظرا لمحورية وأهمية الغاز ونظرا لأهمية وكذلك ومحورية هذا المنتدى وتأثيره على سوق الغاز وتأثيره على مستقبل سوق الغاز وتأثيره على الأطر والمعالم الاستراتيجية في قادم السنوات بالنسبة لسوق الغاز العالمي. ابقى معنا أستاذ فارس حباش. أعود لك أستاذ عباس الحاج عباس. كذلك أيضا المنتدى في إعلان الجزائر ذكر إدانة لجميع القيود الاقتصادية وحدية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في هذا المنتدى. سؤال يعني مهم جدا، وهذا ما تفضلنا به في بداية الحصة، أن السياسة أكيد وأكيد وأكيد ستلقي بظلالها وبتأثيرها على قرارات هذا المنتدى ومخرجاته. فيعني ربما ما يمكن أن ننظر إليه من ناحية التاريخ أنه كانت هناك يعني أحادية قطبية من جهة الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك يعني قطبين ثم الاتحاد السوفيتي يعني ثم انتقل الأحادية القطبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والآن نلاحظ أن هناك تغير في السياسة الدولية والتغير في الخارطة الجيوسياسية، فربما يعني بعض الدول تريد أن تؤكد وتطرح اقتراح التعددية القطبية بحيث أنه لا تنفرد دول معينة بقرار سياسي معين. فهذا يعني ما تؤثر به السياسة على الاقتصاد، وهو مرتبطان ارتباطا وثيقا. وربما أرجع إلى ما تفضل به ضيفك الكريم أن الأكبر رهان يمكن أن يواجه هذا المنتدى وهو السيادة. السيادة من أين تأتي؟ تأتي من التحكم في التكنولوجيا، وتأتي من العلاقات السياسية التي تكون بين الدول يعني التي ربما كما تفضلت تكون فاعلة في الأمم المتحدة أو دول لها قرار سياسي سيادي، لأنه في هذا العالم ينقسم الأمر إلى قسمين. فعندما اجتمعت دول العالم هنا في الجزائر من أجل نظرة طاقوية لهذا المنتدى الذي يمثل المنتدى السابع والذي يعني يضم 19 دولة، لا يعني يجب أن نتوقع أن هناك كواليس موازية من الدول المستهلكة لمواجهة القرارات التي ستأخذها الدول المنتجة. يعني دائما هناك خطان متوازيان، فالكل يريد مصالحه، وهذا ما أكده السيد رئيس الجمهورية ممثلا في ما تفضل به السيد عرقاب، أكد أن هذا المنتدى سيرسم مستقبل جديد للطاقة، وهو ما تفضلت به. يعني كيف نتعامل مع المهيمنين السياسيين وقراراتهم، لا نقول عشوائية، وربما هيمنة القرارات على القرار الصائب والقرار السيادي لدول المجموعة. كذلك أكد على مكانة الغاز الطبيعي كمورد حيوي نظيف وحاسم، فكثير من يعني الدول ربما وضعت مقومات على وتحفظت من تطبيق الوقود والاحتراق الذي ينتج من النفط، فهنا طرح الغاز الطبيعي كمورد آمن ونظيف، حتى يعني من ناحية العقود هي عقود طويلة المدى. ولكن ما تفضل به رؤساء الجمهوريات ورؤساء الحكومات في هذا المؤتمر هو ضمان، هو يعني نؤكد على كلمة ضمان، ضمان مصالح الدول المنتجة، وكذلك
ما ميز اللقاء حسب تصريحات السيد أرجاب هو لغة الحوار والتعاون الذي سيعطي تنسيقا كبيرا بين دول المجموعة، وتطرق كذلك إلى دور الغاز في مرافقة كل الطاقات المستقبلية. فهناك يعني مثلا لو تتذكرين تقريبا قبل شهر أمضت ألمانيا على اتفاقية مع الجزائر لسببين اثنين. السبب الأول أن ألمانيا تريد التعامل مع مورد موثوق وذو صنعة طيبة كالجزائر، هذا يعني الهدف الأول. الهدف الثاني أن ألمانيا تريد تنويع الموردين لكي لا يحدث لهم ما حدث في الحرب الأوكرانية الروسية، وهو قطع الإمدادات ربما من أي دولة أخرى، يعني ونحن نعلم الوزن السياسي لدولة روسيا. وتعلمين ويعلم ضيفك الكريم أن الغاز الطبيعي أيضا سواء في ألمانيا وفي عموم دول الاتحاد الأوروبي والتي تعتبر دول صناعية، أن الغاز عنصرا أساسيا في إنتاج المواد الكيماوية والأسمدة. وهذا ما حدث في ألمانيا، حيث أنه تقريبا 70% من إنتاج هذه المواد يعني تذبذب ونقص وتوقف بسبب تذبذب إمدادات الغاز. فيعني الآن نذهب ونرجع أن السياسة هي المتحكم الأول والأخير في مثل هذه التظاهرات. والحمد لله يعني الجزائر استطاعت أن تستقطب كل أنظار العالم هنا في الجزائر، وتبعث برسالة أن الجزائر تستطيع أن تظهر كل الآراء السياسية مهما كانت مختلفة، ما دام أن الاتفاق وتربطهم يعني مصالح مشتركة وهي مصالح الطاقة. وربما أن يعني ما ميز هذا اللقاء هنا في الجزائر هو حنكة السيد رئيس الجمهورية ودبلوماسية الجزائر، التي لطالما سيرت الأزمات بنجاح، لطالما تعاملت مع الدول بسياسة يعني رزينة، بسياسة رشيدة. فالكل يطمئن إلى الدخول إلى الجزائر، ولا شك أن لغة الحوار ولغة التنسيق ولغة تقارب الأفكار والرؤى بين دول الجمعية، بين دول المنتدى، هو ما ميز هذا اللقاء. وهنا تبعث الجزائر يعني برسالة أنه لمواجهة كما تفضلت يعني القرارات السياسية خارج دول المجموعة، يجب أن تكون دول المجموعة في تناسق كبير وفي تكتل كبير. وما بدأت به يعني رفقة الضيف الكريم، يجب أن تمتلك سلاح التكنولوجيا لكي تقطع وتلغي التبعية للدول المستهلكة. فيعني ممكن يكون عندك احتياطي كبير من الغاز، احتياطي كبير من النفط، احتياطي كبير من أي طاقة، فإذا كنت لا تملك التكنولوجيا لاستخراجه وتسويقه فلا شك أن السيادة تبقى ناقصة، ولا شك أن هذا العالم فيه توازنات، ويجب أن نحفظ مصالح الدول المنتجة ونحفظ مصالح الدول المستهلكة لتحقيق التعايش بين الدول المستهلكة والدول المنتجة. التكنولوجيا مهمة من أجل استخراج هذا المورد الطاقوي، ومهمة كذلك أيضا من أجل الحفاظ عليه. أستاذ فارس حباش، من بين كذلك النقاط التي تمت الإشارة إليها أهمية الحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة، خاصة الوقاية من المخاطر والكوارث الطبيعية، وأيضا تمت الإشارة إلى ما أطلق عليه بالحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان، بما فيها التهديدات المتعمدة، الهجمات المتعمدة والاستعمال الماكر لتكنولوجية المعلومات والاتصالات. ما هي القطاعات التي يبرز دورها في هذا المجال؟ هذا الأمر مهم جدا. فلو نتحدث عن أمن المنشآت القاعدية، فهذا يعتبر من أمن، من مدخل للأمن الطاقوي، فيجب أن نفرق بين الأمن الطاقوي وبين أمن المنشآت، حيث أن أمن المنشآت أصبح محل أنظار الكثير من دول العالم في خاصة في 3 سنوات الأخيرة، في ظل التقلبات والأزمات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، وكثير الصراعات التي ربما موجودة في دول العالم على غرار
الحرب الأوكرانية الروسية والصراع كذلك على مستوى البحر البلطيق، كذلك الصراع الموجود الآن في العديد من المضايق البحرية مثل مضيق باب المندب على مستوى منطقة البحر الأحمر، الأزمة في تايوان وما غير ذلك من الصراعات أدى إلى تهديد المنشآت القاعدية خاصة أنابيب النقل الغاز التي تعتبر الناقل الحيوي والاستراتيجي في ضمان سلسلة توريدات وإمدادات الغاز إلى دول العالم. فلو نرجع إلى تفجير مثلا أنبوبي كل من نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 على مستوى بحر البلطيق، وهما الأنبوبين اللذان كانا ينقلان الغاز الروسي، تعرضا للانفجار في شهر سبتمبر من سنة 2021. الآن الكثير من الأنابيب التي تمر على عبر أوكرانيا توقفت عقودها ولم يتم تجديد عقودها، وبالتالي أظن أن أمن المنشآت أصبح مهم جدا، لأنه في حال تعرض هذه المنشآت إلى هجمات أو في حال تعرضها هجمات بفعل كمان بهجمات بشرية أو إن صح التعبير أو هجمات بفعل كوارث طبيعية، أظن أن سوف يكون هناك خلل في سلاسل الإمداد، وهذا سوف ينعكس مباشرة على أسواق الغاز، وبالتالي أظن أن هذه النقطة تدخل ضمن البعد الأمني ولها أهمية كبيرة جدا، والمغزى من إدراج هذه النقطة أن يكون هناك تعاون دولي على يقوم على أساس ضمان أمن هذه المنشآت القاعدية والحيوية خاصة أنابيب النفط والجزائر أنابيب الغاز عفوا. والجزائر أؤكد كذلك أنها تعتبر من بين الدول التي لها خبرة كبيرة جدا في ضمن أمن المنشآت القاعدية لنقل أنابيب الغاز، فالجزائر تمتلك 23 ألف كيلومتر من شبكة أنابيب، من بينها 13 ألف كيلومتر موجهة لأنابيب نقل الغاز، والجزائر لم تعرف ولا يوما ولو ثانية واحدة لانقطاع في الغاز انتهى لانقطاع الغاز الجزائري نتيجة قدرة الجزائر وإمكانياتها الكبيرة جدا لضمان أمن منشآتها القاعدية. وبالتالي يجب الحديث عن تعميم هذه التجربة، يجب إقامة تعاون دولي لضمان منشآت القاعدية، يجب كذلك التأسيس لقوانين عفوا دولية تمنع الهجمات أو تجرم الهجمات بالنسبة لأنابيب نقل الغاز، لأنه الآن معظم التوريدات العالمية للغاز تقوم عن طريق هذه الأنابيب، وبالتالي هنا مدخل كل من أمن المنشآت والأمن الطاقوي هم مدخلين متكاملين، هم مدخلين يخدمان بعضهما البعض، يجب التركيز على كلا المدخلين، خاصة أنه الواقع أكد لنا بما لا يدعو للشك أن العالم اليوم هو عالم متقلب، هو عالم متوتر، هو عالم يعيش حالات عدم التأكد، وبالتالي أظن هذا كذلك يعتبر تحدي كبير جدا يجب أن تطلع به ليس فقط الدول المنطوية تحت هذا المنتدى، ولكن جميع دول العالم وفق اتفاقيات عالية قانونية صريحة وتضمن أمن هذه المنشآت، وبالتالي تضمن استدامة التدفق الغاز واستدامة استقرار الأسواق العالمية. أستاذ عباس الحاج عباس، نعم، هذه هي النقطة، هذا المحور الذي تمت الإشارة والتأكيد عليه في إعلان الجزائر، إلى أي مدى يتقاطع مع المقاربة الجزائرية التي تدعو وتعنى بفرض الأمن خاصة في القارة الإفريقية ومحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة؟ طبعا الجزائر لها خبرة كبيرة يعني في مقاومة الجريمة المنظمة، وربما يعني حماية المنشآت الغازية ربما نزيد تقريبا يعني ضيفك الكريم فصل تفصيلا مهما وشاملا، وربما يعني هناك شقين من ناحية الحماية. الشق الأول هو الحماية من الجريمة المنظمة كما تفضلت، وهو كما حدث يعني في مجمع تيغن تورين يعني قبل سنوات، وكيف تعاملت الجزائر مع هذا المجمع والهجمات الإرهابية عليه، وربما يعني ما تفضل به على هامش زيارة
رئيس الموزمبيق إلى الجزائر، فقد صرح أن الموزمبيق أمضت اتفاقية تعاون على مكافحة الإرهاب، نظرا لأن الجزائر يعني تحوز على خبرة واسعة، يعني خبرة داخلية وخبرة خارجية حول مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة. فلا شك أن سياسات الدول متقلبة، والتعامل بينها في المستقبل سيكون متقلبا جدا، وربما يعني هذه سنة الطاقة، أن كل الطاقة تكون في بؤر متوترة. مثلا لو نذهب للشرق الأوسط، هناك توتر يعني في الكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية وغزة إلى آخره. لو نذهب بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، هناك الحرب الأوكرانية الروسية. لو نأتي هنا لإفريقيا، يعني ممكن الممر غير آمن. ما مثلا لو نناقش المشروع النيجيري الجزائري، سيطرح الكثير من التساؤلات حول أمن مرور الأنبوب من النيجر إلى الجزائر. من سيضمن أمن الأنبوب في الأراضي النيجيرية؟ طبعا عندما يدخل الأنبوب هنا إلى الأراضي الجزائرية، فلا شك أن الجزائر ستتعهد وتتضمن بأمنه إلى غاية الساحل. ولكن كما تفضل ضيفك الكريم، وربما يعني مؤخرا من تفجيري الأنبوبين الذين يمدون يعني أوروبا من الغاز الروسي، يعني هناك عدة أحداث عالمية تطرح العنصر الأساسي، وهو العنصر كيف نحمي المنشآت الغازية، ليس فقط يعني من ناحية الأنابيب أو من ناحية المنشآت يعني نفسها، يعني كيف تؤثر وكيف يمكن خلق اتفاقيات ما بين الدول التي تمر على سواحلها أو الدول التي تمر على أراضيها هذه الأنابيب، كيف يمكن إمضاء اتفاقيات معها على ضمان أمن هذه المنشآت. فطبعا عندما نضمن أمن هذه المنشآت، نضمن التزود المستمر والتزود الغير المنقطع والتزود الآمن للغاز يعني من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة. وربما يعني أضيف هنا نقطة مهمة، أن مثلا الدول مثلا مثل الجزائر، مثلا الدول مثل الجزائر، هناك يعني أنبوب مباشر من الجزائر إلى إسبانيا، وأنبوب يمر إلى إيطاليا عبر تونس. فهنا يجب يعني أن تكون سياسة الجزائر مثلا، والحمد لله يعني هذا ما راه واقعا، سياسة مع العنصر التونسي تكون سياسة طيبة لضمان أمن هذا الأنبوب. أما الأنبوب الثاني يعني فهو في البحر، يعني مباشرة من الجزائر إلى إسبانيا. إن شاء الله هذا الأنبوب لطالما يعني أبلى حسنا في توريد الطرف الإسباني من هذه الطاقة دون انقطاع وفي أمن كامل. النقطة الثانية ربما التي يغفل عنها الكثير، أستاذ يعني عباس الحاج عباس، عفوا منك، ابقى معنا رجاء. بعد لحظات مشاهدينا، يشير لي الزملاء تنطلق الندوة الصحفية التي يعقدها وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في انتظار هذه الندوة. مشاهدينا نواصل نقاشنا، تفضل أستاذ. يعني آخر ما كنت أتكلم عنه، أن الأمن لا يشمل فقط المنشآت الصناعية والمنشآت الغازية أو الأنابيب، فكذلك يجب أن تتجه كل الدول المنتجة للغاز إلى أمن الأشخاص الذين يشتغلون في المنشآت الغازية. فمثلا ربما يعني أنقل لك خبرتي كمواطن يعني أسكن بالقرب من المنشآت الغازية والمنشآت النفطية، فكل سنة نسجل أحداث كبيرة في استخراج النفط واستخراج الغاز، وربما المخاطر التي نسجلها كل سنة في التعامل مع الغاز أكيد حتى فيزيائيا، يعني نحن نتعامل مع مائع يكون الضغط فيه مرتفع، فالضغط يعني حفر وتنقيب البئر الغازي يكون أشد خطورة من حفر الآبار الأخرى مثل آبار الماء أو آبار النفط. فيجب على الدول التي يعني تساهم وتعمل في التكنولوجيا الغازية أن تجد تكنولوجيا أخرى عالية تحاول أن هو ربما ما سيدرسه ويتدارسه معهد الغاز المستحدث. أستاذ عباس الحاج عباس، دعني أسألك كذلك عن
ربما تأثير هذا المنتدى، أهميته، دوره كذلك في دعم الدبلوماسية الجزائرية، الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة بالنظر إلى الإنزال لرؤساء ورؤساء الحكومات، رؤساء الدول والحكومات في الجزائر. هو يعني هناك نقطة مهمة جدا تفضلت بها، فعندما نقرأ قراءة من خلال الوفود التي زارت الجزائر، تقريبا نسبة الاستجابة كانت 100%، تقريبا نسبة الاستجابة يعني لزيارة الوفود الجزائر كانت 100%، وهذا ما يؤكد أن الجزائر لها دبلوماسية عالية. فلو لم تكن الجزائر لها دبلوماسية عالية، ربما ستتخلف بعض الدول عن قبول الدعوة التي هنا في الجزائر. فلا شك أن الجزائر تمتهن يعني سياسة رشيدة في التعامل وسياسة رشيدة في العلاقات الخارجية، ولعل أبرزها يعني لغة الحوار مع دول الجوار، لغة الحوار مع الدول الاقتصادية والطاقوية. فكذلك تعتبر الجزائر تقريبا صديق الكل، يعني مثلا ما تفضل به السيد رئيس الجمهورية أنه من أهم مخرجات ومن أهم أهداف هذا المؤتمر هو أن الجزائر تطرح لغة الحوار والتعاون، كما أشرنا قبل قليل، الذي سيعطي تنسيقا كبيرا ما بين دول المجموعة كيعني كمؤتمر، وما بين حتى الدول المستهلكة. فيجب أن تكون عندك علاقات طيبة لكي تستقطب شركاء آخرين. مثلا الجزائر مؤخرا أصبحت تبحث عن أسواق أوروبية أخرى، فبعد يعني الأزمة الأوكرانية الروسية، الكثير من الدول أصبحت لا تثق في المورد الروسي، وذهبت للبحث عن موردات أخرى آمنة. ولا شك أن وجدت الجزائر أرض خصبة وورقة طبوع لهذا المورد، وطبعا هذا بشهادة الشريك الإسباني الذي هو شريك للجزائر من ناحية الطاقة الغازية طيلة عقود من الزمن. وقد أثنى وزير الطاقة الإسباني على أن الجزائر التزمت التزاما كبيرا بكل عقودها، والتزمت بضخ هذه الطاقة النظيفة إلى إسبانيا يعني بسلاسة باستمرارية ودون انقطاع حتى في أحلك الظروف. فأختي الكريمة، لو نعود فقط يعني 20 سنة إلى الوراء، الجزائر تخبطت يعني في عشرية سوداء، في فترة يعني طغى فيها الإرهاب وعدم الأمن. فحتى يعني في أحلك الظروف وفي هذه الفترة الحرجة التزمت الجزائر أن تورد الشريك الإسباني بكل ما يحتاجه من طاقة وفق النقاط الموجودة في البنود. وربما أضيفك شيء آخر، أن الجزائر يعني تقريبا دولة من بين الدول القلائل التي لا تتدخل في شؤون الغير. فكثيرا ما تلجأ الجزائر إلى عدم فرض رأيها على حتى مع الجيران. يعني الأزمة الليبية، الجزائر قالت نحن لا نتدخل في الشأن مثلا الليبي الداخلي، الجزائر لا تتدخل في الشأن المالي الداخلي، ولكن دائما الجزائر تقترح الحل السياسي. فمثلا قبل الغزو في ليبيا اقترحت الجزائر الحل السياسي، واقترحت أن تجمع كل الفصائل الليبية والفصائل كل المجتمع المتناحرة والفصائل المختلفة والفصائل المتعارضة، اقترحت أن تجمعهم في طاولة واحدة وتقرب الرؤية وتغلب لغة الحوار ولغة التناسق. لأنه تقريبا وكل يعني كل العالم ذهب وأيد سياسة الجزائر أنه التقارب ما بين الدول لم يعد تقاربا عسكريا، لم يعد تقارب قوة، بل هو تقارب سياسي، تقارب دبلوماسي. والحمد لله يعني الجزائر أثبتت علو كعبها في التعامل مع شتى الملفات بالسياسة الرشيدة، وهو ما عكس أن كل الدول جاءت إلى الجزائر بصدر رحب. ولعل يعني ربما جاءتكم التقارير من الأخوة الصحفيين أن كل الدول راضية رضا تاما على حسن التنظيم، تقريبا من المطار
إلى غاية المنتدى وجدوا أن الدولة وضعت في تصرفهم كل الإمكانات البشرية، الإمكانات المادية، وفرت لهم الجو المناسب من أجل إنجاح هذه القمة. والحمد لله توقع الخبراء أنها تكون ناجحة قبل بدايتها، والحمد لله صدق الميدان هذا الاقتراح. الحمد لله إلى حد الآن القمة ناجحة، وهو ما صرح به قبل قليل السيد رئيس الجمهورية عندما أراد مغادرة القاعة، فعندما صرح للصحفيين قال لهم أن القمة ناجحة ناجحة ناجحة، وبدأ عليه يعني آثار السعادة، وهو ما يدل أن هناك يعني كواليس ومخرجات ستكون أكيد في صالح الجزائر وفي صالح دول المجموعة. هذه المخرجات بدءا بما ورد في إعلان الجزائر اليوم أستاذ عباس الحاج عباس، برأيك ما تأثيرها على مستقبل دول المنتدى وعلى أدائها ومصالحها؟ بالنسبة لدول المنتدى الشيء الأكثر أهمية وهو ضمان يعني الفوائد الربحية، وضمان سيرورة التنسيق والتعاون بين هذه الدول، وضمان كذلك القيود التي تجدها من طرف الدول المستهلكة. فكما تفضلنا قبل قليل أن الدول المستهلكة لن تسكت على هذا القمة وعلى هذا المنتدى الناجح في الجزائر، فأكيد راح تتعامل مع مخرجاته. وطبعا ربما يعني هناك شيء يغفل عنه الكثير من المحللين، أن الغاز مثله مثل بقية الطاقات يخضع لقاعدة العرض والطلب. فمثلا ربما يعني لجأت إلي هذا يعني الحل لجأت إليه العديد من الدول المستهلكة، وهو ما تم طرحه تقريبا في هذا المنتدى، أنه الأسعار تكون في فائدة الدول المنتجة. ولكن ربما وهذا يعني ما طرح أنه يجب تحويل هذا المنتدى من منتدى إلى منظمة، ولكن تبقى هناك عدة معوقات. فمثلا البترول كسائل يمكن التحكم فيه ويمكن نقله بناقلات نفط سواء يعني في البحار أو المحيطات، وما أسهل أن تقرر الحصص. فتبادل النفط ما بين دول العالم هو تبادل عالمي، ولكن المشكلة في الغاز أنه تبادل إقليمي. فمثلا الجزائر تجدها تفضل الشريك الأوروبي لقرب المساحة، مثلا يعني بين الجزائر وأوروبا يعني مرمى حجر، وتعتمد الجزائر على نقل هذه الطاقة وهذه المادة الحيوية بالأنابيب. فلو مثلا لو ارتقى هذا المنتدى من منتدى إلى منظمة، كيف نحسب الحصص؟ كيف نلغي الموقع الجغرافي الذي يتحكم في السوق؟ مثلا الجزائر ستبقى متمسكة بالاتحاد الأوروبي كأسواق لها، يعني لا يمكن أن نفرض على دول المجموعة أن يعني تكون عندك حصص معينة. فكذلك من مخرجات هذا المنتدى أن هناك تباين كبير في استخدام التكنولوجيا ما بين دول المجموعة نفسها. إذا كان مثلا اعتمدنا 12 دولة، فالتكنولوجيا والتطور لهذه الدول حتى يعني التنمية المستدامة التي تعتمد على 3 محاور رئيسية كما تعلمين، وهي العدالة الاجتماعية والاقتصاد والبيئة التي يعيش فيها المجتمعات. لو نقارن بيئة المجتمع الروسي ببيئة المجتمع الجزائري، ببيئة المجتمع القطري، ببيئة المجتمع المصري، ببيئة المجتمع البوليفي، نجد هناك تباين كبير. فكل هذه هي عبارة عن معوقات، ولكن إن شاء الله الأمور تسير في الطريق الصحيح. فلو نقارن مثلا تاريخ تأسيس هذه المنظمة نجد أنها فتية يعني بالمقارنة مع منظمة الدول المصدرة للنفط اللي هي الأوبك، والتي تأسست في العراق سنة 1960 وضمت في البداية تقريبا بضعة دول فقط، وتخبطت هي الأخرى كرونولوجيا التاريخ يعني شوف تخبطت هي الأخرى في سوق الحصص، في سوق هل يمكن أن ترتقي إلى منظمة. فهنا التاريخ يعني يعيد نفسه. إذا كان منتدى الدول المصدرة للغاز تأسس في طهران سنة 2001، فيعتبر منتدى فتي جدا إذا قارناه في 1960
و60 في يعني في منظمة الدول المصدرة للنفط. فكما تفضل ضيفك الكريم، هناك يعني نظرة، هناك فكرة في الرقي بهذا المنتدى من منتدى إلى منظمة، ليس من ناحية سيادية القرار فقط، وإنما لبعث برسالة للشركاء الاقتصاديين وأسواق الطاقة أن هذا المنتدى أخذ الطبعة الرسمية، فطبعا سيصبح منتدى مهاب، منتدى له سيادة خاصة، منتدى يملك تكنولوجيا عادلة ما بين كل دول المجموعة. وربما هذا يعني هو عمل معهد أبحاث الغاز، والحمد لله الذي كان مقره الجزائر ويشرف عليه المنتدى، سيكون هناك تقارب، خاصة لو تعلمين أختي الفاضلة أن المنتدى القادم أو الجلسة القادمة ستكون في إيران، وإيران معروفة يعني بأبحاثها في مجال البترول والغاز. مثلا أنا كباحث عندما أتصفح الأبحاث البترولية والغازية أجد أن معظمها من باحثين إيرانيين، فالباحثين الإيرانيين قطعوا شوطا كبيرا في أبحاث النفط والغاز. لا شك يعني أنه بما أنه إيران دولة مؤسسة في هذا المنتدى ستنقل خبراتها وتنقل أبحاثها الأكاديمية المنشورة في المجلات العلمية العالمية المحكمة وذات السمعة الطيبة، لا شك أنها ستنقلها إلى الدول الأخرى. لا شك أن مثلا روسيا ستنقل تكنولوجياتها الواسعة إلى الدول الأخرى، ولا يعني هذا المعهد لا يستفيد فقط منه دول المجموعة. فكما تفضلت في بداية التقرير أنه في اليوم الأول عرضت الحصيلة الطاقوية ل 136 بلد وأكثر من 80 تجمعا إقليميا، ولا شك أن الكثير من هؤلاء الدول والتجمعات الإقليمية بعدما يروا يعني النجاح الباهر والتعاون والحوار الكبير بين دول المجموعة والتكتل واللحمة الكبيرة، يعني ربما هذا أمر سيشيل لعابهم للدخول ولو كأعضاء مراقبين يعني في البداية، لأن العضوية تمر كعضو مراقب ثم ترسل عضويته. فكل هذه الأمور حتى يعني الجامعات الإيرانية، الجامعات الروسية، الجامعات الجزائرية، الجامعات المصرية القطرية ستصهر ويكون لها تقارب للرؤى والأبحاث هنا في الجزائر، ويعني ربما يعني في المستقبل القريب ستبرم اتفاقيات ما بين الجامعات الجزائرية المختصة في البترول والغاز، مثلا جامعة وردلة، مثلا جامعة بومرداس، جامعة أضرار، جامعة الأغواط. كل هذه الجامعات ربما ستبرم اتفاقيات مع معهد بحوث الغاز الذي هو مقره هنا في الجزائر لبحث ولإلقاء بحوثهم، التي ربما يعني ليست من ناحية استخراج فقط، حتى من ناحية خفض تكلفة 1 متر مكعب من هذه المادة الحيوية، لأن الأبحاث التكنولوجيا ليست فقط كيف أخرج هذا الغاز وأخرج هذه الطاقة سريعا من الأرض بكل يعني سلاسة وبكل أمن، ولكن ما هي القيمة، يعني هناك يعني نظرة اقتصادية، ما هي القيمة التي تخرج بها 1 متر مكعب. وربما التكنولوجيات الأخيرة وحسب ما صرح به يعني السيد المدير العام لشركة سوناطراك، تقريبا سوناطراك نجحت في خفض التكلفة ب $7 للمتر المكعب الواحد. ولا شك أن يعني سوناطراك قطعت شوطا كبيرا في مجال التكنولوجيا. فمثلا أعطيك رقم يعني مبشر جدا، تقريبا 40 بئر غازية و40 اكتشاف أخير، 39 منها كان لشركة سوناطراك منفردة، والاكتشاف رقم 40 كان بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية. وربما يعني لو نرجع صفحات التاريخ، فأول مركب لتنميع الغاز كان هنا في الجزائر سنة 1964، والجزائر قطعت شوطا هاما وشوطا كبير جدا في تطبيق التكنولوجيا العالية في خاصة في مجال الغاز. وربما هذا جعل من منظمي المنتدى في اليوم الثاني، يعني بهذه المناسبة أبارك لشركة سوناطراك ممثلة في
يعني مديرها وأمينها العام وكل العمال والباحثين الذين استطاعوا أن يستشكوا جائزة المنتدى، وكذلك يبعثوا برسالة أخرى أن الجزائر ليست يعني ليست دولة طاقة فحسب ودولة احتياطيات فحسب. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية المتواصلة من الشرق نيوز للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. دعونا نعود إلى تصريحات كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إلقائه الكلمة الاختتامية لأشغال هذا المنتدى، حيث قال رئيس الجمهورية إن ما حققته الدول والأعضاء اليوم من نتائج طيبة توجت بإعلان الجزائر هو خطوة مهمة في استجابة التحديات الراهنة والمستقبلية. نتابع. إن ما حققناه اليوم معا نتائج طيبة والتي توجت بإعلان الجزائر لم تكن لتتحقق لولا تفانيكم ومشاركتكم الصادقة في إثراء بنود أعمال هذه القمة ومساعدتي في إدارتها وإدارة جلستها. إن هذا الإعلان هو خطوة مهمة في استجابتنا للتحديات الراهنة والمستقبلية، تؤكد عزمنا الراسخ على توسيع استعمال الغاز بالكفاءة والاستدامة اللازمين في عالم تطبعه التغيرات المتسارعة. لقد جددنا التزامنا بتعزيز مكانة منتدانا كمنبر للحوار والتعاون الإقليمي والدولي، بات يستقطب أعضاء جدد مع التأكيد على الحقوق السيادية لدول الأعضاء على مواردها من الغاز، ودورنا المحوري في دعم التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي بانسجام وتناسق مع أهداف الأمم المتحدة. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قال كذلك في كلمته إن الجزائر ملتزمة بواجباتها مع الدول الأعضاء لتعزيز مورد الغاز كمورد صديق للبيئة. وإن الجزائر بصفتها الدولة المضيفة لمعهد البحث في الغاز وبالتعاون الوثيق مع المنتدى ملتزمة بالتعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال من أجل تعزيز مكانة الغاز كمورد صديق للبيئة ومستدام، لا سيما ونحن نقف على أعتاب عهد جديد حيث يمكن للتعاون المتجدد والحوار أن يساهم في رسم رؤية جماعية تكرس مبادئ تقاسم المخاطر والمنافع وأهمية عقود الغاز طويلة الأجل لضمان الاستثمار، وهي الرؤية التي من شأنها صون مصالح المنتجين والمستهلكين في إطار مسار مستدام يحقق التوازن بين الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة وحماية البيئة، ويقودنا نحو مستقبل يضمن الرفاهية لأجيال القادمة.
مجددا لهذا المباشر من قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، نتابع الندوة الصحفية لوزير الطاقة محمد عرقاب، ندوة صحفية مشتركة بين وزير الطاقة محمد عرقاب وكذلك الأمين العام لمنتدى رؤساء الدول المصدرة للغاز، نتابع ولنعود. إذن مشاهدينا، في انتظار بدء هذه الندوة الصحفية كما قلت المشتركة ما بين وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب وكذلك أيضا الأمين العام لمنتدى رؤساء الدول والحكومات المصدرة للغاز. طبعا توجت هذه القمة توجت بإعلان الجزائر مجموعة من الاتفاقات تم الإجماع عليها من قبل الدول المشاركة في هذه القمة. نعود ربما لمتابعة جزء من كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اختتام أشغال هذه القمة. الرئيس كذلك الذي وصف هذه القمة بالناجحة نوه أيضا بالمساهمة الفعالة في إنجاح أشغالها، نتابع هذا التصريح ونعود بعده لمتابعة مجريات هذه الندوة الصحفية وما يأتي فيها. الآن ما فيش ملاحظات بالنسبة للشيء اللي جابه الوزير في الإعلان، تفضلوا. إذا ما فيش ملاحظات، نعتبر جميعا أن إعلان قد صدق على إعلان الجزائر في القمة السابعة لمنتدى الدول المنتجة للغاز. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء وأعضاء الوفود، السيد الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، سيدات الفضليات والسادة الأفاضل، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود ونحن نختتم فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز أن أعرب عن خالص ما حقق أن أعرب لكم عن خالص الشكر وبالأخص إلى السيد الأمين العام للمنتدى وكافة إطارات الأمانة العامة على ما أبدوه من حرص وتفان خلال الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة ولما بذلوه من جهود في الإعداد لإعلامها.
إذن مشاهدينا كان هذا جزء من كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اختتام أشغال المنتدى السابع للدول والحكومات المصدرة للغاز. نعود لمتابعتها من جديد. قبل ذلك هذا النقل المباشر للندوة الصحفية التي يعقدها وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، نتابع ولنعود. هذا المجال الطاقوي الحيوي كما تعد قمة الجزائر مكسبا جديدا في مسار المجهودات التي يبذلها المنتدى من خلال مساهمة دول الأعضاء وكذا المراقبين بالاعتماد على أسلوب الحوار والتشاور والتنسيق وتبادل الخبرات بين الكفاءات لضمان الأمن الطاقوي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لما تمليه تحديات المرحلة، وذلك ما أكده إعلان الختامي للقمة. بدون إطالة أتشرف بدعوة معالي وزير الطاقة والمناجم الجزائري لإعطاء كلمة بالمناسبة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ما راحش نطول عليكم بزاف لأن خذينا من وقتكم الكثير. فنحن أولا أريد أن أعتذر لكم على التأخير لأن كانت الفترة الزمنية الصباحية كانت فاتتنا بساعة، فلهذا كل تخلف بساعة حسب التوقيت اللي برمجناه. فنشكركم كثير الشكر على صبركم وعلى مرافقتكم لنا وعلى كذلك تغطيتكم لهذا الحدث في الأهل الهام. احنا موجودين الآن للإجابة على أسئلتكم، أفضل نسمع لكم أحسن من بدال ندير لكم خطاب. قبل ما نعطيكم الكلمة للأسئلة راح أتيح الكلمة إلى سيد الأمين العام اللي حضر كذلك في المناسبة كلمة، ومن بعد نعطيكم الفلور وتحدثوا كما حبيتوا وسألوا كما حبيتوا. قبل هذا الشيء نعطيه الكلمة للسيد أمين العام. تفضل سيد الأمين العام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سمحوا لنا طولنا عليكم شوية. معالي الوزير محمد عرقاب، ممثلي وسائل الإعلام المحترمين، سيداتي سادتي، بصفة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أود أن أعرب عن جزيل الشكر وعميق الامتنان لفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وللجزائر حكومة وشعبا على كل الترتيبات المتميزة وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. إن العناية الدقيقة الواضحة في كل جانب من جوانب التنظيم تعكس تقاليد الكرم الجزائري العريقة. كما لا يفوتني أيضا التعبير عن خالص ثنائنا وامتناننا لمعالي وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب وكل من شارك في التحضيرات لهذه القمة وخصوصا ناس سوناطراك. شكرا جزيلا. À cette occasion, je voudrais en particulier exprimer mes remerciements à vous, membres de la presse et des médias, pour votre large couverture du sommet. طبعاً moi je pouvais pas regarder la télé, j'avais pas le temps, mais j'avais des échos comme quoi la couverture était parfaite. يعطيكم الصحة. Vous avez fait un travail remarquable et vous avez par cela contribué au succès du sommet. Et de ce fait-là, au nom du GECF, je voudrais vous en féliciter et vous dire que vous pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé. واشكركم جميعا على حضوركم اليوم في هذا المؤتمر الصحفي للقمة. ولا يخفى عليكم أن اللغة الرسمية للمنتدى هي اللغة الإنجليزية، ولهذا استسمحكم بمواصلة حديثي بهذه اللغة الإنجليزية، ولكن عندكم الترجمة على كل حال.
Ladies and gentlemen, the summit is a great success. It sets a new standard for participation reflected in both the number of countries, guests, and intergovernmental organizations that have attended, but also the quality of participants. We have 10 presidents of states attending, which is really a record. Now, furthermore, a new member has joined the organization, the Republic of Senegal, as you are aware. And the summit was marked by a positive and constructive spirit and a deep sense of unity, cooperation, and solidarity. Reflecting this spirit, the key outcome of the summit, the Algiers Declaration, was unanimously adopted by the leaders of the GECF member countries. The declaration is positive, inclusive, comprehensive, and inclusive, and الأمن الطاقوي والاستدامة وقد أعاد تجديد سيادة أو تأكيد على سيادة الدول لمواردها الطبيعية وأهمية الحوار مع المنتجين والمستهلكين الآخرين كما أكد على الدور المحوري للغاز في وصول أو توصل إلى الاستدامة من خلال ومواجهة التغير المناخي من خلال قوي منظم كما أكد على أهمية استقرار الأسواق وتأمين السلسلة الإمدادات والإنتاج هناك أيضا تركيز على أهمية التعاون في التكنولوجيا بين الدول الأعضاء من خلال دعم وبناء القدرات لا سيما من خلال معهد دراسات الغاز كما أيضا دعا إلى أهمية تعزيز البنى التحتية وتوفير الموارد المالية وتعزيز تبادل الخبرات من دون تمييز وقد أثنى الإعلان أو أشار إلى أهمية دعم الدول الأفريقية من أجل القضاء على الفقر الطاقوي وذلك تماشيا مع الأجندات المعتمدة أيضا أشار الإعلان إلى أهمية التعاون من أجل وضع المنتدى على خارطة المنتديات أو الفضاءات المفصلية وقد ركز على أهمية تدعيم البنى التحتية في مواجهة الكوارث الطبيعية والهجمات المستهدفة من المهم الإشارة إلى أن هذه القمة قد شهدت الكثير من الفعاليات أهمها تدشين معهد البحث الفضاء الذي يسمح بتبادل الخبرات وتوقيع مذكرات تفاهم بين لجنة أفريك وهي لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي ومعهد البحث الاقتصادي الآسيوي مرة بعد أجدد لكم الشكر على حضوركم شكرا شكرا سعادة الأمين العام الآن أدعو السيد الآن أدعو السيد رفيق عمارة احنا راح ندير لكم قراءة ثانية للإعلان الجزائر إذا توافقوا القراءة الثانية لإعلان الجزائر باللغة الإنجليزية لأنكم سمعتوها باللغة العربية أنا لقيتها
إذا توافقوا نديروها باللغة الإنجليزية، ولا عندكم علم على إعلان لا ديكلاراسيون دالجي، أون باس ديريكتومون أو كيستيون ريبونس كيما تحبوا. ديريكتومون أو كيستيون. خلاص. خلاص هذه. خلاص هاي. اوكي اون باس على كيستيون. إذا. السلام عليكم سيد الوزير. alors si vous voulez juste patienter pour la première question monsieur merci. السلام عليكم سيد. يرجل تفضل قبل اي سؤال الرجاء. alors نحن زملائنا اول شيء زملائنا في خدمتكم بالميكروفونات عند طرح السؤال يرجى ذكر الاسم والمؤسسة الإعلامية التي تمثلونها ونظرا لضيق الوقت نطلب منكم أن تقتصروا على سؤال واحد وأن تكون الأسئلة أكيد في إطار موضوع الذي يجمعنا اليوم تفضل سيدي السلام عليكم سؤالي مهدي حمر قناة البلاد سؤالي موجه للسيد وزير الطاقة سيد الوزير جملة من القرارات الهامة اتخذت في قمة الجزائر إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه القرارات في رسم مستقبل طاقة آمن واستدام شكرا لكم شكرا على السؤال فضلكم لكم لقد تطرقتم معنا إلى إعلان الجزائر وكان واضح بالنسبة لهذه النقطة تطرق لعدة نقاط هامة بالنسبة لصناعة الغاز وكيفية كذلك تطوير صناعة الغاز في عدة مجالات من أبرز ما جاء فيه إعلان الجزائر هو أننا ما بين بلدان المنتدى كنا متفقين تماماً على وجهة النظر وعلى الاستراتيجية اللي وضعناها مع بعض فهذا النقطة مهمة جدا النقطة الثانية بالنسبة لإعلان الجزائر هو كذلك المعهد الذي وعدناه في الجزائر وهو معهد عنده دور هام بالنسبة للاستعمالات التكنولوجية الحديثة للبلدان المنتدى هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة كذلك بالنسبة لصناعة الغازية فتطرقنا لعدة جواب يقول لكم شفتوا في الإعلان الجزائر أن في عدة نقاط تهم كيفية تسويق الغاز الغاز بصفة عامة في العالم وكيفية الحفاظ على الغاز ودور الغاز في عدة استعمالات وخاصة بالنسبة للصناعة وكذلك تطرقنا إلى استعمال الغاز كمادة أولية لعدة صناعات ومنها الصناعات الزراعية كأسمدة وغيرها كذلك تطرقنا بالنسبة لإعلان الجزائر على كيفية كذلك التعاون ما بين البلدان المنتدى والتشاور ليكون كذلك مع بلدان المنتدى ومع المستهلكين مع شركائنا كذلك فهذا الحوار مهم جدا لكيفية الحفاظ على هذه المادة المهمة الأولية في السوق العالمية وكيفية تطوير الصناعة الغازية للرد على العرض عرض المتزايد بالنسبة للغاز الطبيعي فكل هذه النقاط درسناها ووضعنا لها خطط ما بين البلدان وكذلك تطرقنا لنقطة هامة وهي كيفية التشاور ما بين البلدان المصدرة للغاز لوضع الأسس لمواجهة عدة تحديات التي تواجه الغاز الآن وكذلك تطرقنا إلى
دور الغاز في الانتقال الطاقوي، وهذه من أبرز النقاط اللي حددناها في هذا الإعلان، وكيفية دور الغاز في الانتقال الطاقوي. وكذلك تطرقنا لجانب مهم بالنسبة لتسويق الغاز عن طريق العقود طويلة المدى ومتوسطة المدى، وهذا أمر هام كذلك بالنسبة لصناعة الغاز، لكي نحمي كذلك صناعة الغاز، وكذلك لكي نضع أسس للاستثمارات بالنسبة للغاز اللي تتطلب هذه الصناعة، تتطلب أموال كبيرة، تتطلب استثمارات كبيرة، وكذلك وقت في الاستثمار. فلهذا لازم السوق يكون يعني يكون بوضوح، لازم يكون وضوح للسوق، لازم تكون رؤية مستقبلية للسوق باش ننجم نوضع كل هذه الأسس لصناعة الغاز لمتوسط وطويلة المدى. هذه كل أمور درسناها بالتدقيق ووضعناها في عدة نقاط في الإعلان الجزائر، وإحنا سوف مع البلدان المنتدى المصدرة للغاز راح ننسق في المستقبل لكي نتحصل على كل هذه الإنجازات إن شاء الله. شكرا. شكرا. معالي الوزير. معالي الوزير، هاجر بيود من قناة الشرق، سؤالي لكم يتعلق بأنه ثلاثة من أعضاء المنتدى، ثلاث دول هي تحت العقوبات الغربية، إلى أي مدى دول أعيد السؤال. هاجر بيود من قناة الشرق، سؤالي يتعلق بالعقوبات الغربية التي هي تطال ثلاث دول ضمن المنتدى، هل أعضاء المنتدى كيف سيدعمون هذه الدول فيما يتعلق بالعقوبات؟ وأيضا إلى أي مدى ستتجنب الدول الأعضاء هذه العقوبات بسبب مواقفها على غرار إيران، روسيا وفنزويلا؟ شكرا. Well, thank you very much for this question. I think the declaration covers or gives a response to your question. It says that, yes, that member countries reiterate their condemnation of all unilateral economic restrictions undertaken without the prior approval of the United Nations Security Council. دون التشاور أو الموافقة المسبقة مجلس الأمن الأممي قبل استعمال هذه القوانين الوطنية في إطار خارج أو يقوض من الأمن الطاقوي ولا سيما الغاز الطبيعي. إذا هناك نقطة بأكملها تجيب عن هذا السؤال، وهناك مجموعة عمل مختصة رفيعة المستوى تشمل العديد من الخبراء تحت رئاسة الجزائر، وإن مجموعة العمل هذه قد اجتمعت يوم أمس أو ما قبل يوم أمس، وبعد هذا الاجتماع فقد تمكنا تكللت بإعلان الجزائر. سؤالي، اسمحوا لي على الاستثناء وسؤالين. السؤال الأول هو للوزير عقاب الذي تحدث ووصف هذه القمة بقمة التحديات، هل اجتماع أو قمة القمة أعطتكم أو تدليل لهذه الصعوبات أو التحديات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو للسيد الأمين العام بخصوص التعاون مع أوبك. الأمين العام للأوبك تحدث عن أو كشف عن قرب توقيع مذكرة تفاهم بين المنتدى والأوبك في تعزيز التعاون فيما يخص التبادل الخبرات وتعزيز البحث العلمي. هل بالإمكان هذه المشاورات المستمرة منذ ديسمبر الماضي وما يليها أن تسمح للمنتدى بالانضمام إلى الأوبك ويصبح منظمة ليأخذ قوة أكبر؟ شكرا لكم. شكرا سيدتي. السؤال الأول.
شكرا لكم. من أهم التحديات بالنسبة للغاز كما تعلمون أنه يعني هذه القرارات التي تلقى تبريرها في المحافظة على المناخ، لكن يعني كنشوفوا يعني القرارات التي أخذت بالنسبة للمحافظة على المناخ كل مرة نشير إلى الطاقات الأحفورية. من أهم التحديات أننا اتفقنا في المنتدى، منتدى البلدان المصدرة للغاز، أن نضع الغاز كوسيلة كحل ليس كمشكلة. الغاز هو حل بالنسبة للانتقال الطاقوي، الغاز هو الحل الآن، الطاقة اللي تعطينا عدة حلول بالنسبة لعدة مشاكل اللي نلقاوها وصعوبات بالنسبة للطاقة والصناعة والعدة كذلك استعمالات بالنسبة للغاز. هذا أول تحدي اللي تكلمنا عليه ما بين البلدان المصدرة للغاز، أن الغاز عنده دور هام هو الحل لمرافقة الانتقال الطاقوي. التحديات الأخرى هي كذلك بالنسبة للسوق الغاز. سوق الغاز لازم يكون نظرة استشرافية على سوق الغاز لكي نحصل على الاستثمارات اللازمة اللي لازم نوضعها في صناعة الغاز لكي نلبي هذا الطلب المتزايد. فلهذا هذا تحدي ثاني ومهم جداً، لأننا لو ما حققناش الاستثمارات ما راح يكون لنا الكميات الكافية لمواكبة الطلب من 10 سنوات، لأن ما نشوفوش الآن، ما نشوفوش ماذا يقع الآن. احنا الطلب على الغاز، وفي دراسة اللي راح تشوفوها في أظن راح ينشروها 12 مارس على مستقبل الغاز ل 2050، راح تعطيكم نظرة على كيفية الغاز راح يكون منا سنة 2050. باش نلحقوا لسنة 2050 لازم نرفعوا هذا التحدي تاع إنجازات كبرى بالنسبة للغاز اللي تخلينا نواكب هذا الطلب المتزايد. التحديات الأخرى بالنسبة لكذلك بالنسبة لكل ما هو تكنولوجيا، استعمال التكنولوجي بالنسبة للغاز ليخلينا نرافق البيئة كذلك. صناعة الغاز لازم تكون خالية من الكربون، صناعة الغاز لازم تكون خالية من انبعاثات الغاز الدافئة. كل هذه الأمور تحدثنا كإحنا منتجين الغاز ووضعنا مركز أبحاث ليعطينا هذه الصورة، هذه الإمكانية لمواكبة التكنولوجيا لصناعة الغاز، ويخلي الغاز يبقى صديق للبيئة وهو الحل، جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. شكرا لك سيدتي. شكرا معالي الوزير. السؤال الثاني كان موجه إلى الأمين العام. في سؤال ثاني. هناك سؤال ثاني. لو سمحتم. OPEC is a sister organization. OPEC is a respected organization. It's a competent organization. Many of our member countries. Member countries of the GECF are also members of OPEC. And we have a strong relationship and cooperation with this organization. سواء تعلق الأمر بتبادل المعطيات والإحصائيات أو تحليل الأسواق، وأيضا فيما يتعلق بالتوقعات والآفاق المستقبلية على المدى الطويل، هناك تبادل ما بين خبراء المنظمتين. سنة تجمعنا اجتماع رفيع المستوى تحت ريادة الأمين العام OPEC وتحت رئاستي أيضا. الاجتماع الأخير انعقد بالدوحة في 12 ديسمبر، ونحن نعمل على إعداد المفاوضات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية.
هي أن لدينا اجتماع مشترك في هذا الصدد ناهيك عن مؤتمر التغيرات المناخية بمشاركة الأمين العام للأوبك وهو صديق مقرب لي نعمل بشكل وطيد ووثيق عملنا سويا في 2016 بمنظمة الأوبك تجمعنا كما قلت علاقة مهنية وطيدة شكرا سعادة الأمين ولكننا نتحدث عن منظمتين متباينتين منظمتين شقيقتين أستاذ سؤالي الأول موجه إلى السيد الحامل فيما يتعلق باليوم في قمة الجزائر شاهدنا انضمام 3 دول إلى المنتدى لكن هناك دول أخرى أكيد عبرت عن نيتها الانضمام إلى المنتدى هل يمكن الكشف عن بعض هذه الدول التي أبدت نيتها للانضمام من غير موريتانيا والسنغال والموزمبيق السؤال الثاني موجه للسيد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب فيما يخص أعلنت منذ قليل عن حضور 10 قادة في قمة الجزائر وهو حضور غير مسبوق وتاريخي في هكذا حدث طاقوي ماذا يشكل هذا الحضور النوعي والتاريخي لقادة الدول في قمة الجزائر من ناحية الدبلوماسية وأيضا الرسالة من هذا الحضور النوعي والكثيف والتاريخي سيد عرقاب شكرا شكرا سيدة السؤال شكرا جزيلا indeed as you are aware since I assumed office three countries joined the organization Mozambique in 2022 Mauritania في 2023 وموريتانيا في 23 والبارحة السنغال وكنا كانت قد جمعتنا نقاشات مع الكثير أو العديد من الدول التي عبرت عن اهتمامها بالانضمام لكن بما أن النقاش ما زال دائرا لا يمكنني أن أفصح عن أسماء هذه الدول ما يمكن أن أقوله هو أننا بحول الله سنشارككم أخبارا سارة في المستقبل القريب ذلك أن الغاز الطبيعي أصبح مهما اليوم لكن أهميته ستتضاعف في المستقبل وبالتالي فإننا سنشهد اهتماما من مزيد من الدول لتنضم إلى منتدانا المنتدى الذي يشكل قيمة مضافة وفضاء للحوار وتبادل وجهات النظر والخبرات هذه القيمة المضافة هي التي تسعى إلى تحقيق هذه الدول وانتقل المتحدث إلى اللغة العربية لا يمكنني أن أفصح عن أسماء الدول التي أعربت عن نيتها الانضمام إلى منتدانا شكرا بالنسبة للسؤال الثاني بالنسبة لمشاركة القياسية لرؤساء دول في الجزائر وسمو الأمير القطري كذلك كان عندنا الحمد لله 10 مشاركات بالجزائر ومنها 2 دول كانوا يعني مدعوين من طرف سيد رئيس الجمهورية تونس والسنغال والسنغال أصبحت الآن عضو ملاحظ بالنسبة للمنظمة كما تعلمون الجزائر دائما هي مهد كل ما هو يعني الاقتراحات وحلول كذلك فالجزائر ما في الوقت القريب برك الأمس القريب كما ذكر السيد العامل في 2016 كانت هي السباقة في وضع خطة بالنسبة للأوبك لمازلنا ماشيين عليها لحد الآن وهو اتفاق تعاون وهو من بين المهندسين معنا هنا سيد الهامل لهذا الاتفاق وانجز في الجزائر وكانت كذلك القمة في الجزائر والتحددت في الاجتماع في الجزائر في 2016 فالجزائر دائما مهد كل هذه التحديات الكبرى وبالنسبة لهذه القمة كان في اهتمام كبير بالنسبة للظروف الجيوسياسية المحيطة بسوق الغاز فلهذا كان اهتمام كبير بالنسبة لهذه القمة ومخرجات القمة وكيفية تعامل بلدان المنتدى
الظروف السياسية محيطة الآن بكل صناعات الغاز وكيفية النهوض بهذه الطاقة الغازية في هذه الظروف، وكيفية كذلك وضع خطة استراتيجية لتطوير الصناعة الغازية عبر العالم وكذلك توفير هذا المادة الحيوية. فمن كل هذه الجوانب خلت أن القمة في الجزائر مهمة جدا، وشاركونا بلدان كثيرة المنتدى، وإن شاء الله راح مخرجات هذه القمة راح تطور وراح تساهم في تطوير صناعة الغاز والسوق الغازية إن شاء الله. شكرا. معالي الوزير، نمر لسؤال ثاني. تفضل سيدي. Osama bin Javed from Al Jazeera English. My question has two parts. One for the minister. We had frank discussions with the Russian energy minister, and it's part of your joint declaration as well that there will be a response to any threat that arises to gas infrastructure. جاء في إعلان الجزائر إجابة متعلقة بالتعهدات التي تطال البنى التحتية الأساسية. إذا سؤالي ما هو فحوى النقاش؟ هل ستكون لنا إجابة مشتركة في حال التهديد التهديد الذي يطال أنابيب الغاز والبنى التحتية؟ السيد الأمين العام، أنتم تعتقدون أو تقومون بعقود عقود على طويلة المدى، كيف يمكن للغاز أن يأتي باستقرار في مجال الغاز؟ شكرا على الإجابة مسبقا. شكرا على السؤال. أنا عندك لا ترادكسيون. أوكي. بالنسبة للسؤال تاعك الأول خاص من البنود التي أشرنا إليها في إعلان الجزائر، هو أن لابد حماية كل المنشآت الطاقوية عبر العالم، لأنها مهمة جدا. في منشآت عابرة للحدود، هذه المنشآت التي أشرنا إليها في إعلان الجزائر. أول مرة نريد أن نبعث رسالة قوية لحماية المنشآت الطاقوية، لأن حماية المنشآت الطاقوية مهمة جدا لديمومة واستمرار هذه الطاقة، والحفاظ على كذلك توفير الطاقة، وخاصة في الفترة المستقبلية. فكل المنشآت مهمة، كل المنشآت العابرة للحدود مهمة جدا. فرسالتنا هي لابد من المجتمع الدولي كله المعني والغير المعني، لابد علينا حماية المنشآت الطاقوية العابرة للحدود. هذا هو الهدف من إعلان الجزائر بالنسبة لهذه النقطة مهمة جدا. شكرا. Well, I said earlier that OPEC and the GECF are. فإن منظمة الأوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز منظومتان متميزتان، وأنت خبير أشرح لك ما الاختلاف بين أسواق النفط وأسواق الغاز. وبما أنك تحدثت عن هذه النقطة فإنني أعيدك إلى الإعلان بجزئيه أو بفقرتي. Yes. حسناً. Member countries. الدول الأعضاء. أو عبرت الدول الأعضاء. Of any. I am reading. نبذها. أنا أقرأ أو أتلو عليك. Of any artificial interventions in natural gas markets. إلى أي including attempts to alter the price discovery and risk management functions of markets. As well as the imposition of politically driven price caps, which can only aggravate market tightness and discourage investments required to satisfy growing global energy demand.
وتضبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. أيضا رفضنا تطبيقا أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد باستبحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة. الإعلان يجيب إجابة شافية عن سؤال، إن أمكنكم التفصيل في هذه النقطة نعتذر منك، يمكن أن نعود إلى هذه المسألة في وقت لاحق. السلام عليكم، ياسين بنباصي، قناة النهار الإخبارية. عندي سؤالين، سؤال لوزير الطاقة وسؤال للأمين العام. نبدأ بالأمين العام. الاتحاد الأوروبي يعتزم بداية من 2026 فرض ضريبة الكربون، وهذا للمساهمة في مكافحة التغيرات المناخية. كيف يستعد المنتدى لهذا القرار، وما مدى تأثيره على الصناعة الغازية؟ سؤال ثاني لوزير الطاقة. سؤال في نفس السياق، الاتحاد الأوروبي كذلك أوقف يعني تمويل مشاريع الخاصة بالوقود الأحفوري، يعني ما مدى تأثير هذا كذلك على الاستثمارات، وكيف يمكن تلبية الطلب الكبير للغاز بدون استثمارات هذه الدول؟ شكرا. حسناً، إذن أعتقد بأن السؤال الذي طرحتموه قد تم تطرق إليه بإعلان الجزائر عندما تحدثنا عن رفضنا عن كل إجراء متعلق بفرض الضريبة على أساس دوافع سياسية والتي من شأنها أن تؤثر على سوق الغاز وتقوض باستقراره وتؤثر سلبا على الساكنات الهشة. إذن هذه الفقرة كما قلت تتناول مسألتين، الأولى توافقنا مع اتفاقية باريس والذي يختلف عن بروتوكول طوكيو. لدينا مقاربة متباينة بحيث هناك مساهمة الأطراف الفاعلة، أي ما يسمى بالمساهمات الوطنية، وهو ما يتعلق بالقرارات الوطنية ذات أصل بالأولويات الوطنية، وهذا ما يحدد بصفة سيادية. وفي الواقع فإن المشهد الراهن يفرض ضرائب على بعض البلدان. السؤال المطروح، هل هذا يتوافق مع اتفاقية باريس؟ السؤال الآخر هو هل هذا يتوافق مع قواعد المنظمات الدولية؟ وهنا نتساءل بشأن تأثير. شكرا سعادة الأمين، عندنا سؤال بعض الدول. تفضل. سؤال ثاني، سؤال وجيه مهم جدا بالنسبة لي، كما تحدثت من قبل على صناعة الغاز لتتطلب وقت وكذلك استثمارات كبيرة. حقيقة شاهدنا منذ كوب 24 في باريس كان ما فيش فرق ما بين كل الطاقات الأحفورية. فصحيح أن الآن نوجد صعوبة كبيرة لتمويل المشاريع الطاقوية، وخاصة في مجال في المصب بالاستكشاف واستغلال الحقول الغازية، تتطلب كذلك جهد كبير في هذا المجال. فالآن كان لنا حديث جيد ومثمر مع الاتحاد الأوروبي. السنة الماضية كان اجتماع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتطرقنا لكل هذه المسائل. فكما قلت لكم، الغاز هو جزء من الحل وليس من المشكلة. فلهذا وضعنا كل مشاريعنا المستقبلية للغاز الطبيعي
وإحنا بالقانون الجديد للمحروقات في الجزائر يعطي تسهيلات كبيرة كبيرة للشركاء لإنجاز مشاريعنا، لإنجاز معنا المشاريع، وخاصة في مجال الغاز كذلك، من استكشاف إلى استغلال إلى النقل إلى التسويق. فالجزائر عندها إمكانية ضخمة في مجال كذلك الاستغلال، في مجال النقل، في مجال التسويق. فالمشاريع اللي الآن اللي احنا مسطرينها مستقبلا، وكنا درنا تصريح 40 مليار دولار كمشاريع لسوناطراك بصفة عامة، الغاز يأخذ منها حصة الأسد، كل هذه المشاريع الاستثمارية احنا مطروحة الآن، وإن شاء الله يعني لقينا يعني تجاوب مع عدة شركات عالمية قوية دي ميجر اللي في هذا الصناعة، وهي الآن معنا في عدة نيغوسيشن، الآن رانا في إطار تحضير العقود. فلهذا الآن أنا نقول لك النظرة اختلفت على الغاز، ليس اللي شفناها في الكوب 24، أكشفته في الكوب 28، الغاز أصبح وسيلة كذلك للانتقال الطاقوي. احنا نريد الآن بإعلان الجزائر ما يسمحش فقط وسيلة للانتقال الطاقوي، الغاز يصبح حل بعيد المدى لكل ما هو طاقة ومادة. الغاز لازم ننظر لها كمادة أولية، ليس فقط تستعمل كطاقة، بل الغاز مادة أولية لعدة صناعات. فلهذا الاستثمار في الغاز لابد منه، ولابد من مواصلة هذا الاستثمار. شكرا لكم. شكرا سيد الوزير. قبل أن نأخذ سؤال ثاني، الرجاء منكم التقيد بسؤال واحد من فضلكم نظرا لضيق الوقت. I'll say it also in English, so we are kindly ask you to limit your question to one by turn, if time permits, so we will allow follow-up questions. Thank you so much. تفضلي سيدتي. مساء الخير. حورية جرجار من التلفزيون الجزائري. سؤالي كالتالي، تشير المعطيات من داخل المنتدى وعلى لسان السيد الأمين العام أن الطلب على الغاز الطبيعي في حدود 2050 سيرتفع بمعدل 30%. وإذا أردنا أن ننظر صوب القارة الإفريقية التي تهمنا، أكثر من الملايين من البشر يعانون من نقص الكهرباء، وهناك بعض الخبراء إذا أخطأت فعل لكم التصحيح، أكثر من 600 مليون إفريقي يعاني من نقص الكهرباء. وبالتالي الجزائر التي لها كسبت عبر الزمن منذ الاستقلال إلى يوم تجربة رائدة في صناعة الغاز، وبالتالي سواء بالنقل من الاستكشاف أو الإنتاج أو النقل عبر الأنابيب أو جيانال عبر البواخر، إذن كيف يمكن للجزائر كقارة، كبلد قارة بالنسبة للقارة الإفريقية، وخاصة أننا لاحظنا هناك أعضاء جدد يلتحقون بالمنتدى، كيف يمكن أن ترافق الدول الإفريقية في بناء قاعدة صناعية خاصة غازية بالنسبة للدول التي لها احتياط في مجال الغاز؟ وشكرا لكم. شكرا سيدي. شكرا. سؤال موجه لي بأكيد، لكن أنا معي رئيس مدير عام سوناطراك، راح نعطيه يجاوب معي السؤال هذا لأنه يهم سوناطراك كذلك. بالنسبة لاستراتيجية كجزائر كدولة بالنسبة للدول الإفريقية، الدول الإفريقية نعتبرها كلها دول شقيقة للجزائر، فكما قال الوزير الأنغولي بلك سمعتوه في التدخل تاعه، أنغولا بدأت النشاط البترولي تاعها من الجزائر. فنفس الخطة وضعينها لكل البلدان الإفريقية، الآن موريتانيا، غدا السنغال كما قال السيد الرئيس اليوم، فكل البلدان الإفريقية. الجزائر جاهزة أتم الاستعداد لمرافقة كل دول إفريقية، وابتداء أحسن شيء نبدأ به هو تكوين الإطارات. الجزائر ورشة كبيرة، وكذلك عندها معاهد تكوين مستوى عالي التابعة لسوناطراك والتابعة لوزارة التعليم العالي. احنا كل الآن عندنا
عدد كبير من الشباب الأفارقة في معاهد تكوين السوناتراك ومعاهد تكوين سونالغاز ومعاهد تكوين التابعة لوزارة التعليم العالي. هذا هو الخطة الأولى، هو تكوين الأفارقة ومرافقة الدول الإفريقية في إنجاز مشاريعهم بالشركات البترولية الجزائرية المتمكنة من الإنجاز من الدراسة الإنجينيرينج إلى الإنجاز المشاريع. هذه هي الخطة، وسوف نرافق كل البلدان الإفريقية التي تريد مساعدة الجزائر بهذا الشأن. رئيس مدير عام سوناتراك راح يقول لكم كلمة على التكوين في معاهد سوناتراك. شكرا، السلام عليكم. هي صحيح لكل يسير ألف ميل نبدأ بميل واحد للوصول. لقد أمضينا العديد من العقود، وليس اتفاقية عقود، سارية المفعول لتكوين مهندسين وتقنيين للعديد من البلدان الإفريقية، والتكوين تاعهم التقني يتم على مستوى المعهد الوطني للبترول التابع لشركة سوناتراك، هو تكوين متخصص ويمس كامل سلسلة المحروقات ابتداء من الاستكشاف وحفر الآبار وتطوير الحقول الموجودة أو الحقول التي تكتشف ونقل والإنتاج ونقل الإنتاج وكذلك المعالجة والتسويق. هذا من جهة فيما يخص التكوين التقني. وشركة سوناتراك كذلك عندها أكاديمية مانجمنت، هذه تكون. مشاهدينا، هذه التغطية متواصلة، بعد قليل يلقاكم زميل قادة بن عمار في مواصلة هذه التغطية للندوة الصحفية.